أربعة شارع شريف. منامينو النهاردة جاية عاملة سفرة حلوة زيها. فعلا سفرة جميلة، أنا أحب الأكل ده. ما أنا عارف، يعني أنت كل حاجة بتعمليها حلوة. ساعات بتبقي ماشية مش مبسوطة من الحلقة؟ أنا؟ لما بعمل حاجة غلط زي ايه؟ ببقى متضايقة، لأني ما أحبش حد يقول لي إيه ليه عملتي كده وكده، ما أحب أكون مظبوطة يعني. وأنا بقول وأنت ساعات بس أنت بتقول لي يعني مش بت طب مش أنا كلامي بيطلع غلط ولا صح بصراحة؟ بنسبة كام في المية؟ أكيد صح. بكام نسبة كام في المية؟ أحب أعرف عشان أحس بعظمتي كده. لا ما تقوليش نسبة كام ولا مش كام. نسبة كبيرة؟ طبعا أكيد يا شيخ. طب ليه بتعندوا معايا يا شيفات الشارع؟ مش بنعند. أمال إيه؟ بيبقى لنا وجهة نظر. بتطلع فقط بتطلع صح ولا غلط؟ أصل لا ال ال الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. ناخد أنا بقى هفتم. تفتم؟ بصوا بقى يا جمهوري الحبيب، أنا من سنة ونص لما طلعت قرار وفرمان وقلت هنعمل أكل اقتصادي على قد ما نقدر، كلهم عملوا ده مش أنا اللي عملت الحركة كلهم دي. قلت كلهم عملوا كده. ليه؟ وما يعملش لحمة ليه؟ ما يعملش ديكروني ليه؟ أنا عايز أعمل ديكروني كريسماس، والتانية تقول لك أنا عايز أعمل سمك مش عارف إيه، والتالتة تقول لك إيه؟ بصوا مخولوني. في الآخر عرفوا إن اللي بيعملوه ده الأكل اللي على قد ما نقدر اقتصادي اللي مش مستفز إلى حد ما برضه هو اللي صح. صح. صح؟ عشان إحنا اللي بيتفرج علينا كل شرائح المجتمع، على قد ما بنقدر بنحاول نرضي الكل. فاهمة؟ الأكل الاقتصادي الرخيص بيرضي الكل، لأن الغني والمتوسط واللي معهوش شوية فلوس في الغالب ممكن يحبوا طبق الفول كل المصريين بياكلوه، صح؟ البتنجان اللي بيخلوه التوم كل المصريين بياكلوه، صح؟ لكن الصمافي ميه؟ لا. والكافيار والاستاكوزا؟ لا. هنعملها لايه؟ لشويه ناس قد كده وكتير قوي قاعدين يتفرجوا علينا مش عارفين ايه ده ومش قادرين يجيبوه، يبقى انا كده بستفزهم وبغيظهم، يبقى انا كده ما يصحش اطلع على الشاشه. بالذات في الاكل. الحاجات التانيه مش مهم، يعني لو بنطلع ساعات لبس في فاشن شو في حاجات مش كل الناس تقدر تلبسها مش مهم، بس الاكل مهم. امنت بالله. واتمنى في طبعا بعض البرامج من الاول اصلا بدات بتعمل اكل اقتصادي، ساعات في بعضهم شطح شويه ورجعوا تاني، بس اتمنى ان يبقى كل البرامج اللي بتطلع على الشاشه بتعمل اكل بالذات برامج الطبيخ تبقى 90% من الاكلات اللي بتتعمل اي حد ممكن يعملها على قد ما يقدر. يعني احنا في كميه حاجات لا غنى عنها هنا ما بقيناش نعملها كنا بنعملها زمان. كنا زمان مثلا نعمل ديك رومي، نجيب بقى ديك رومي وتحتيه رز بالخلطه، منظر على الشاشه ايه يجنن. انا ما اقدرش اعمله دلوقتي، انا هطلع اغيظ الناس مثلا ولا ايه؟ هيبقى انا كده شكلي وحش، شكلي وحش قدام نفسي اولا، وده ما يصحش ان انا شكلي يبقى وحش قدام نفسي، ما احبش. انت مالك واقفه مع مربعه ديكي كده ليه؟ زيت بغير الوضع، زيت الميز الشاطر. بغير الوضع عشان ما تعبش. ما تتعبش. انت مش تروحي الجيم؟ طبعا. طب هو اللي بيروح الجيم ده ما بيبقى بس الوقفه غير الحركه. انا بالنسبه لي الوقفه دي مشكله كبيره. طبعا. لا يعني تمشي ولا انكش تقعد ولا انكش؟ لا انا ممكن اقعد وممكن امشي بس اقف زمان بس عشان انا عندي مشكله، انت فاهمه طبعا. دلوقتي ان انا اقف اكتر من 5 دقايق احس ان في مسامير وشنيور وحاجات في القدمين. معلش. الحمد لله النهارده سفرتنا حلوه. ما هذا؟ دي عجه بالبقدونس، بس دي العجه الاصليه. العجه الاصليه. عجه جايه من اج بيض. لا طبعا. انت هتضحك عليا. طب ما نتناقش فيها بعدين. وايه ده؟ ده عدس بالتقليه. عدس بجبه. عدس بجبه بالتقليه خطير. خطير طبعا.
وايه ده؟ ده بتنجان بالخل والثوم، كمالة السفرة دي، وبطاطس سلطة البطاطس. بالتقلية، سلطة. الحلو ايه؟ هنحلي النهاردة بقى كيكة البلح المقلوبة بمناسبة موسم البلح، اوكي. وده وهنعمل صوابع زينب. صوابع زينب، فيري نايس. طيب احنا هنقسم، بما ان صنفين حلو وصنفين حادق، فهنعمل حادق حلو وبعد الفاصل حادق حلو. موافقة؟ موافقة؟ موافقة. طب أول حادق إيه معانا؟ هنعمل العدس. يلا سلطة العدس. يلا يا حلوين اتفضلوا. عدس بجبة بالتقلية، كوبايتين عدس بجبة، معلقتين رز، بصلة كبيرة مبشورة، نص راس توم مفروم، حبتين فلفل رومي مفرومين، زيت، كمون، ملح وفلفل، كوبايتين عصير طماطم، معلقة كبيرة صلصة طماطم، في تقلية نص راس توم مفروم، حزمة كزبرة خضراء مفرومة، معلقة كبيرة كزبرة ناشفة، وزيت، وللتزيين عيش شامي محمص. اوكي. سلطة أو طبق مقبلات، ممكن بالليل كده نقعد نتعشى وإحنا قاعدين نتفرج على التلفزيون، نقعد إيه ناكله كده يبقى لطيف قوي. بالظبط. وده مش حراق ولا حاجة، صح؟ لا. هنحط الأول العدس، هنسلقه تلات أرباع سلقة. امسكي كده بقى في إيديكي وإيه قولي لنا عملت إيه. بالمنظر ده. أهو ده العدس أبو جبة. أبو جبة. مسلوق؟ مسلوق تلات أرباع سلقة. أوكي. عشان لسه هيكمل إيه سواه. هحط هنا زيت. هنا. الأكلة دي حلوة صح؟ جدا. إناف. هنحط البصل. إيه إناف دي؟ أنا خواجية، ما لا 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 أقول زيك. لا كفاية. لا أنت مش خواجية خالص، أنت مصرية أصيلة. أيوة ده ما يمنعش يعني إن إحنا نهزر. طب ما أنا عارفة إن أنا مصرية أصيل. إناف إناف. يلا قلب يا شيف، تمسك انت. طيب المفروض ان انا هصفر العدس، البصل شويه، حط الثوم. والثوم هاتي. اقلب لحد ما تقول لي كفايه. طيب انا بقى الريحه دي بالنسبه لي اجمل من اي بارفان، بتستمتع بيها، احلى من اي فرخانات وكولونيات. كمون. كمون. ملح. ملح وفلفل عايزه؟ بس بيهم. انا دايما بحب احط التوابل لما اكون بحمر بصله او حاجه، علشان بياخدوا تحميصه كده. وفلفل يا شريف. حطيت. يبقى انا كده حطيت البصل والثوم. هنصفر البصله مع الثوم كده. صفرت. نحط ايه بقى؟ نحط الفلفل الرومي المفروم، وبعديه الطماطم مع صلصه الطماطم، عصير الطماطم، وانا حاطه فيها معجون طماطم. مع بعض يعني. كلها. طيب خلاص شويه كده هحط الرز. ده ني؟ ليه رز؟ الرز يدي نشا. ايوه يدي قوام للايه ليها. شويه كده بعدين تتسبك شويه. صغيرين. طب احكي لنا عملتي ايه من الاول معلش. حطيت البصله والزيت والثوم مع الكمون والملح والفلفل. أوكي. وهنقلب لحد ما البصلة تصفر، وبعدين احط الرز الناي مع الصلصة وعصير الطماطم. أوكي. واسيبهم بس ايه شوية يغلوا. ما احط ده بقى. طيب هنحط العدس المسلوق. المسلوق ده هيشرب الصوص ده؟ طبعا. عايزه تغطي الحلة؟ كله هيستوي. تتغطى؟ تتغطى. وهحط لها بقى ايه يا شريف؟ ايه بقى يا بيه؟ ميه سلق العدس اللي انا سلقته بيها، علشان يكمل ايه السوى، واسيبها تتسبك.
ميه سلق العدس. يكون الرز استوى والعدس كمل سواه وهي اتسبكت. اوكي ماشي حلو جدا. نغطيه؟ طبعا اهو. طيب شفتي الحلاوه؟ بصوا اهو اتغطى وايه؟ هنسيبه شويه هنسيبه على ما نعمل لغايه ما الميه تتصفى صح؟ نعمل التقلية بتاعته بقى. ده ليه تقلية؟ اوكي. هنحط هنا زيت؟ زيت برضو طبعا. بس وتوم وكزبرة خضراء كزبرة ناشفة خل؟ لا خلاص ما تحطلوش خل؟ لا 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 هتحطله شوربة؟ ولا حاجة صح؟ ولا حاجة خلاص هي الكزبرة بتتحط عليه على الايه؟ خلاص انا حطيت خدت مية سلق الحمص. ايوه ده ليه ده بنعمله؟ ده عشان احطه عليها بعد ما يستوي. بعد ما يستوي يعني نديله كده على ما ممكن. وده بقى العيش اللي هنزوق بيه الطبق ويتحط جنبه. حط شوية زيت صغيرين ممكن يا شريف. طبعا انت تأمري يا منامينو. هنخش دلوقتي على تاني طبق النهارده معانا وهو كيكة البلح. كيكة البلح بالظبط. شوية زيت بس صغنطتين انا هحط. وهنخش على كيكة البلح على ما يخلص الصنف ده. شيلي بعد من على النار صح؟ نحط بقى عليه. طيب مش قلتي ما يستوي؟ احنا هنسيبه يعني وهنرجع. طيب نشيل ده نشيل التقلية بس وده نخليه. يلا قولنا مقادير بقى. يلا مقادير كيكة البلح اتفضل. دي كيكة جميلة جدا جدا يا جماعة أرجوكم اعملوها. كيكة البلح المقلوبة للكيك كوباية ونص دقيق، معلقة ونص صغيرة بيكنج باودر مع ملح، نص معلقة صغيرة قرفة، كوباية سكر بودرة، نص كوباية زبدة طرية، نص كوباية لبن، بيضتين وفانيليا. وللقاع نص كوباية زبدة طرية، كوباية سكر، وبلح اسود انصاف. ماشي. طب اول حاجة احنا جبنا الطاجن اللي هو زي ده الاشيل النضارة. طيب. ومليتيه زبدة. ابين هنا؟ ما انت هتعمليه؟ لا انا هبين الطريقة. طب بس هقولهم الزبدة وحطيتي ده. بالظبط. طيب. ماشي. هنقول بقى. ادي هتعملي بايدك ولا عايزه جوانتي؟ لا 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 بمعلقه اهو. اهم حاجه القاع. ادي الزبده. مش عايزه تسيح سنك هنا؟ لا هو المفروض تبقى طريه كده. طريه؟ ماشي هي طريه. اوكي. دي اللي بتدي الكرمله للبلح وبتساعد على ان هي الكيكه تتقلب. كميه الزبده دي. اوكي. نص كوباية يعني ما يعادل 100 جرام. خلاص؟ والجناب وكله صح؟ ماشي. دي بقى دي. شكرا. وادي السكر. اوكي. اديني كده سيبيهولي. خلاص؟ بس. الحركة دي شفتي الحركة دي. بعدين وهبتدي أرص البلح ده متفصص؟ متفصص ومن غير بذر بالطريقة وردة. وردة زي ايه دي. ماشي. في الأثناء دي بقى هضرب هعمل الكيكة. هضرب الزبدة مع الزبدة السكر مع البودرة وبعدين احط البيض مع الفانيليا مع بعض. تضربي الزبده. الزبده مع السكر البودره. ادي السكر البودره. ثانيه واحده. مع ايه قلتي؟ سكر بودره مع الزبده. لازم سكر بودره؟ دي عاوزه سكر بودره. اللي ما عندها السكر بودره ممكن تجيب السكر وتطحنه. ومن غير ما تطحنه عادي.
تحطه برضو وتمشي حالها في المطبخ دلوقتي، كلنا بنمشي حالنا شكرا حسب الموجود. شكرا. ونحط الزبدة دي كلها؟ ايوه اهي، نص كوباية. ادي الطريقة اللي برص بيها البلح. احط معاهم ايه تاني؟ بس تنضرب الاول. هي ممكن تحط البيض علشان تسهل لك الامور. والفانيليا. وادي البيضتين والفانيليا يا شريف. يا شريف وفين الفانيليا؟ دي والفانيليا اهو. بس انا خلاص كده. واضرب يا شريف يا شريف. هنشيل دي بقى. لحد ما يدوب السكر وكله يتخلط مع بعض. هو كله اتخلط. ادي الدقيق. هحط معاهم الدقيق؟ لا. طب الدقيق هتحط فين؟ هتحط عليه البيكنج باودر. وهنحط عليه ال ال القرفة. بس عاوزين بولة بقى عشان ليه؟ طب ما احطه في ده. طب يلا. انت عايزاه يضرب مع ده يعني؟ خليكي هنا بس اشرحي لهم انت عملتي ايه. انا رصيت يا جماعه، حطيت في القاع السكر والزبده اللينه الاول، وبعدين السكر، وبعدين رصيت البلح بالطريقه دي. خلاص. وضربنا الزبده مع السكر مع البيض مع الفانيليا ضرب كويس لحد ما كله يختلط مع بعضه، وهضيفهم على الدقيق. اوكي. ممكن بقى اطري بقى، بس انت ايه شويه كده، وبعدين نحط لبن. قد ايه لبن؟ نص كوبايه بس. انا هديك حبه بحبه. طب يلا حطينا شويه لبن. ايوه. لا انا عاوزه نص كوبايه. الكيكه دي مش طريه قوي يعني. مش سايلة أوي، ماسكة نفسها شوية زي ال. هنشوف. هي وصفية. مش هحط لبن تاني. سوري. ايه؟ عايزة لبن؟ حط شوية. أنا شايف إن يعني. لا هي مش عاوزة لبن كتير. بس خلاص. شفتي بقى المضرب ده حلو إزاي؟ انا عاجبني. وتحسي ان هو مش هياخد كل الشبانيه دي، بياخدها بالظبط. استنى بعد ما نحط الزين نحط التقليه. كفايه. يلا استني واحده. اتفضلي. واو. ها بقى اهو. بصوا ده عايزه سباتشول تنزلي بيها. انا بس الاول هنزل كده كده كده. أوكي. عاوزة بقى الاسباتشو. حالا. وريني كده. كنتش بحب اقول كلمة اسباتشو دي، علمتها لي. اسباتشو يعني. ولا هي اسمها مغرفة. دي مغرفة؟ ما اعرفش اسمها ايه. لا الحاجات. معلقة. اي حاجة يعني كلمة عربي خلاص. لا بس هي طب نشوف ترجمتها. مغرفة. بس الحاجات الجديدة بتتباع في المحلات مكتوب عليها كده. انا مالي بالمحلات واللي هما بيكتبوها. ما هو احنا مش بنروح نشتري. خلاص هي كده بقى نحط عليها التقليه. لسه مش لازم تشرب كل المايه دي؟ لا مش لازم، لان هي هتشربها لوحدها. احط التقليه يعني؟ واقلبها؟ واقلبها طبعا. طبعا هي حلاوتها وهي التقليبه، التقليه خارجه بقى كده لوحدها. واطفي عليها لغايه ما الميه دي تتشرب. بالظبط. وتتقدم بقى ومع عيش محمص. ريحتها تهبل. كفايه عشان دي صينيه مش كبيره قوي. ها خلاص كده؟ خلاص. لسه في جوه هنا كتير. ما هي الصينيه دي صغيره.
مش مشكلة. ده بقى بيخش الفرن؟ بيخش الفرن 180 درجة يقعد ساعة إلا ربع. بس هتطلعيها من الفرن هتسيبيها تهدى خالص وتروحي قلبها. تخلي بالك بقى على ايديكي من ان السكر بيبقى سايح وبيبقى ولع. خلاص خلاويص اهي. بس هو ليه البلح مش باين؟ مش هيبان. ما بتتقلب. سوري. سوري. اكسيدان حتى. طيب احكي كده للناس لغايه دلوقتي عملنا ايه. عملنا العدس ابو جبه بالتقليه، عملنا كيكه البلح المقلوبه. تحفه. فاصل. بعد الفاصل نرجع نعمل ايه؟ هنعمل يامي 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 يامي. هنعمل صوابع زينب. وايه تاني؟ مش عارف. البطاطس والعجه. العجه. ايه العجه؟ العجه. يلا اربع شارع شريف. اربع شارع شريف. اربع شارع شريف. نكمل اكلنا النهارده وسفرتنا مع منى مينو. وهنعمل ايه دلوقتي؟ استني بس، قبل الفاصل عملنا ايه؟ قبل الفاصل عملنا العدس بجبة بالتقلية وعملنا كيكة البلح المقلوبة. أوكي. دلوقتي هنعمل ايه؟ هنعمل العجة وصوابع زينة. اوكي. وانت هنا مقدمة سلطات معاهم؟ يعني تكملة السفرة اللي من العجة بقى. العجة مقادرها. يلا العجة المصري الاصلية. فين ده؟ استناش. عجة بيض بالبقدونس، 10 بيضات، بصلة كبيرة مكعبات، هزمتين بقدونس مفرومين، ملح وفلفل وزيت. هو أنا لما بقول بصلة كبيرة مكعبات ما بقولش مبشورة، لأن أنا مش عاوزة يبقى فيها مية. المبشورة بتنزل ميتها، المكعبات لا. أوكي. خلاص. أنا بقى هقول لكم حاجة، هي قالت العجة الأصلية. انا ممكن ما اقدرش اعمل العجه الاصليه لان كميه البيض اللي فيها كتير، 10 بيضات كتير، والعجه دي الناس ممكن تاكلها في فطار او في عشاء، وفي بعض الناس ممكن ياكلوها في الغداء. فانتوا ده انا هعملها عندي، هي منيو مش ملهاش دعوه باللي انا هقوله. ممكن تستغنوا عن نص عدد البيض، تحطوا جواه رز ممكن ويتضرب معاها، هينفشها وهيدي نفس او قريب من الطعم. الناس اللي ممكن يبقى عندها المشروم العيش الغراب لان هو مش غالي قوي، فيه قيمه بروتين كتير، ممكن نتنازل عن نص البيض ونحط مشروم معاها. هنبقى ابتكرنا وعملنا حاجه جديده وفي نفس الوقت وفرنا شويه فلوس. ده طيب أنا. البيض على حسب عدد افراد الاسره. أوكي. مش شرط 10، مش شرط 20، مش شرط 5. كل واحد بقى وامكانياته. وامكانياته. يلا اول حاجه ايه بقى؟ اول حاجه بسيطه جدا، هحط البصل والبقدونس. اوكي. بصوا بقدونس قد ايه. اوكي. وهنحط ملح وفلفل. اوكي. ادي بصل وبقدونس وملح وفلفل. هتحط هنا ملح وفلفل وهنا ملح وفلفل. على البيض هنحط هنا ملح وفلفل. اوكي. وعلى البيض اجيب معلقه. وهتربي البيض ولا بتحط سيف؟ طبعا هتربه. تربوا كويس قوي. في برضه حاجه تانية عايز اقولها لكم في البيض، اللي عنده خلاط ممكن يضرب البيض بالخلاط. البيض لما بيتضرب في الخلاط بيعلى، ممكن ده يضربه في الخلاط؟ إيه هيعمل رغوه، وهو مش مفروض يبقى فيه رغوه. لا بس احنا برضه عايزين نعمل حاجه يبقى شكلها ايه. انا بقى هقول لك حاجه، بصي انا هوفر لك دلوقتي، مش انا كنت زعلان من عدد البيض؟ طب بصي بقى انا هعمل ايه. جاهزه؟ يلا هفاجئك. فاجئ. انت هنا حاطه كام بيضه؟ فين؟ دي. دول 10. انا هاخد منهم 6 هيعملوا لك مقدار ال 10 بيضات. ايه رايك؟ تكافئيني وتجيبي لي هديه؟ طب هتعمل ايه يا شريف؟ هتشوفي دولت لو ضربوا بالايد ال 10 بيضات دولت هيبقوا. نفسي اجيب لك. استني هوريكي. هوريكي بس مش هبوظ لك حاجه. لا 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 يلا تاخدي بس كده. هنا هنحط طب زيت. نشيل ده بتاع ده هسخن قوي. بس يا منامينو سخن الزيت قوي. منامينو هناخد بدل ال 10 بيضات هناخد
ستة. ادي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ست بيضات. اوكي خلي دولت دلوقتي هضربهم لو ولو قلت لي اه كده شكلهم كويس هيكفوني مش هنكمل بقية البيض. اها بتاع ما تحطش ليه. جاهزة؟ جاهزة. كانوا ضربوا بالايد كانوا هيعلوا كده. لا مش هيعلوا بس هي يعني. لا مش هي طبعا. نو ست بيضات زي 10 اهو. ال 10 بيضات دول لو كنا ضربناهم يدويا ما كانوش هيدوك الفوليوم ده او النفشه دي اهو. بصي خلاص. لا لسه بصي كلامي غلط ولا صح؟ لا صح بذمتك. مش مقتنعة؟ لا لا اوكي معلش. اضربي بقى انت دول كده يا حبيبي. ماشي مش مشكلة اضرب او ما اضربش المهم الكمية. انا بتكلم على الكمية. هو بيزيد طبيعي لان طيب. دخل فيه هوا. ايوه بس كده فهينفش هيخلي لك المقدار كبير فده اللي انا عايزه. طيب يلا اهي حلو زي الفل بست بيضات. يلا ثانية واحدة بقى انا معاك. يلا هنحطها فين بقى دي؟ هنحطها في طبق فيه زيت. طبق فرن صينية فرن الموجود عندكم. هي بتحطش فيها طماطم؟ لا العجة دي بس اديني بس ال معلقة اهو. بس بصل وبقدونس وزيت وملح وفلفل بس لسه بقى هتنفش اكتر. ها اه عشان البيض ده دخلنا فيه الهواء. العجه الاصليه بتاعت في الفرن قد ايه؟ بتقعد في الفرن تقريبا بتاع 200 درجه نص ساعه نص ساعة أو ساعة إلا ربع لحد ما يستوي. بس أنا عاوزة أغطيها يا شريف الأول. استني عشان ده استوى. استوى لحقت. عايزه تغطيها ليه؟ لازم تتغطى العجه. بفويل. بفويل وبعدين بعد ربع ساعه كده هتبتدي تجمد من تحت. يعني هروح اشيل الفويل بقى واولع من فوق ومن تحت الفرن هيسوي. اوكي يحمر الوش ويحمر القلب. جاهزة؟ جاهزة. قولنا مقادير صوابع الزينب. يلا اتفضلي. طب يلا حاضر حاضر مقادير. خليك يلا دي بتاعتي ولا بتاعتك؟ صوابع زينب اهي. طب جننتها. صوابع زينب. كوباية دقيق سميد، كوبايتين دقيق، ملح ذرة ملح، معلقة صغيرة ونص خميرة فورية، معلقة صغيرة قرفة، نص كوباية زيت، كوباية مية دافية، وفي شربات كوبايتين سكر، كوباية مية، عصير نص ليمونة فانيليا، وللقلي زيت غزير. سهلة سهلة جدا. ادي دقيق السميد. هي لسه اسمها قلنا صوابع زينب انت كنت مش عارفه يا شريف. ادي الدقيق العادي، ادي الخميره، ادي القرفه، واقلبهم في بعض وما البسش الجوانتي خلاص بقى مش مشكله، هاخلطهم كويس في بعض ورشه ملح صغيره خالص يا شريف. حاضر. رشة ملح. ده ملح مش فلفل. زرز حاجة بس كفاية. وادي الزيت. انت عايز الزيت بيغلي؟ لا لا لا. اوكي. وعاوزة بقى مية دافية جنبي.
لازم تكون ميه دافيه. احط هنا؟ لا بس ابس ده الاول كده. ابس بس. في العجه دي ما كانش ممكن اعملها على النار؟ ممكن بصدر. ممكن والله؟ اه بس احنا بندور على الحاجه الاسهل والاسرع لست البيت. دي ممكن الصبح في الفطار بيضه وبصل او بقدونس وتربهم مع بعض وتحطهم في طاسه على النار وتاكل وتفطر. يلا يا شريف. ميه ميه عاجه بس ما تكترش بقى لان لو كتر. يا دي ماشي. ايوه اديني بقى. لا ده لسه بدري والله. اه بس اديني شويه في ايدي كده. حلوة قوي كمان يا شريف. دي ما بتتحشيش حاجه صح؟ لا هي ممكن ليها نكهات كتير. ليها قرفه تحط شمر. الشمر ده لطيف قوي انا بحبه. ينسون. كراوية. كراوية. اي حاجه تليو. تديها تليو بيبي بقى عاوزين. انا التليو ده ايه؟ احب اشربه في الشتاء. وبعدين انا بشربه وانا بيبي. انا عرفته منين بقى؟ من فيلم للست ليلى مراد. كانت تبقى في البيت ومش عارف تعبانه ولا بطنها تعبانه. آه. وعندها الست الداده بتاعتها تقول لها هجيب لك التيليو يا ليلى. فيلم غزل البنات. ده كان في غزل البنات؟ عاوزه تاني. طب فاكره ابجد هوس؟ ابجد هوس حطي كلامون شكل الاستاذ بقى منسجمون بقى منسجمون استاذ حمام نحن الزغاليل من جرجناح بنميل ونطير ومش عارف ايه. عارفه طيب هات لي بس الميه. عارفه الاستاذ يا حاجه عارفه الاغنيه اللي في الاول اللي هي اتميل واتمختر يا خيل اتمختر يا خيل واتميل. عارفه يا خيل من ضمن الناس اللي ورا اللي كانوا لابسين راكبين الحصانه مين؟ مين؟ داليدا. داليدا تخيلي؟ وهند رستم. وهند رستم اعتقد. اه صح. يلا اديني بقى شويه حلوين عشان بس 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 المهم يا جماعة المية لازم تكون دافية وهفضل أعجن كده لحد ما هوريكم شكل العجينة. هسيبها بتاع 10 دقايق ربع ساعة ترتاح وبعدين هشكلها صوابع وبالمبشرة وتتقلي في الزيت وتتسقي في الشربات البارد فورا. ايه رأيك في المبشرة دي؟ اجرب بيها بس دي هتبقى صوابع قلو خالص. طب خلاص في كده. اه دي ولا عايزه ابدا دي؟ لا 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 السوق دي حلو. نشوف كده هنعرف. انا بس عاوزه اوريهم شكل العجينه. الزيت بقى يغلي قوي. اه اه ده هيحرقها تفتكري؟ اه وانا هشيله بقى من على النار. بس هي بقى هسيبها كده شوية ترتاح وانا عاملة هنا مجهزة. مجهزة. روحي اغسل ايديك. اغسل ايديا طبعا. طيب النهاردة منامينو عملت قبل الفاصل طبقين. طبق حلو وطبق حادق. الطبق الحادق اللي هو كان العدس بالجبة عاملاه سلطة او مقبلات. وعملت كيكة البلح. ودلوقتي عملنا العجة. وبعد كده عملنا صوابع ست زينب. اكلة قديمة ولطيفة. يلا يا منامينو. حاضر. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. يلا اوكي. انا شفيت. يلا هنبتدي بقى ايه نشكل. نشكل العجينة. العجينة. ورينا بقى يا ست. هوريك يا ست. عايزين صوابع سمباتيك. طيب هناخد كده واحدة كده زقنطوطة واعملها كده كده. واجي في المبشره دي كده تفتكر. اه واعمله كده. نقفل على بعض اهي. اوكي نحطها في الزيت. اه ثانيه لا ما تحطهاش. اعملها إيه؟ لا انا عاوزه بتاعتي يا شريف. اه ما عرفتش تتصرف. لا صغنطوطه ما تحطهاش في الزيت. انا جايب لك مش حطي في الطبق ده. طيب اوكي عاوزه بتاعتي بقى. اهو اعملي كده واحده هتشوف المبشره عشان الزيت بيغلي زياده فهتتحرق. اه مختلف.
مالي يا اخي؟ بصوا بقى يا جماعه اهي كده، باجي بفرد دي كده بسم الله واروح لفاها كده اوكي كده. سهله مش صعبه خالص. انا بحب على فكره الحلويات اللي بتتسقي شربات، و اشمعنى بقى بحب الشرقي. تحبي الشرقي؟ الحلويات الشرقية. انت عمرك ما عملتي تورته مثلا؟ لا لا ماليش فيها خالص الحاجات دي. مع انك تبقى قبل نظيره في تورته؟ لا ما فيش السنس بتاع اصل الحلويات. ما عندكيش السنس؟ لا بتاع الحلويات الغربيه دي، دي عاوزه حد يعني امال جلال، عاوزه حد كده فاهم في اصول الكلام ده. حلو. لا إيه ده؟ هو ده زيت؟ ها. طيب بدي بتنفش؟ لا لا شكلها بتنفش اهي. ما هي عشان فيها خميره. اوكي. طب دلوقتي الشربات ده عباره عن ايه؟ الشربات ده كوبايتين سكر، كوبايه ميه، عصير نص ليمونه، فانيليا، وغلوه لمده 7 دقائق بدون تقليب. اوكي. بس خلاص كفايه كده. تطلع بقى وهي سخنه نحطها في الزيت ولا في الزيت؟ في الشربات. اهو الشربات احنا بنسيبها تبقى ذهبي شويه. تحمر. انت عاوز اعمل لا تاني؟ لا لا شكرا 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 شكرا. شيل ده بس عايز اوريها. هي بتبقى سخنه والشربات مش سخن صح؟ مظبوط. الشربات بيبقى سخن؟ بارد. بارد وهي سخنه. بعيد الكلام. اي حلويات كده؟ لا لا في العكس، مش في العكس، في بيتحطوا في الشربات بيبقى هو اللي سخن. ها؟ حاجه من الاثنين سخنه وحاجه من الاثنين بارده، بس في البسبوسه الاثنين سخنين. ايوه صحيح. في صباع منهم دوحس. ازاي؟ مش عارف يعني. اصل هقول لك حاجه، هي مش مفروض نسيبها تخمر قوي قوي تنفش. انت سبتيها نفخت؟ انا سايباها دي عاملاها الصبح. فسايبه الجزء ده قعد كتير، انما هنا انت عارفني بقى. استني طيب. ليه هي فيها ايه؟ ما فيهاش حاجه زي الفل. المفروض تغمق عن كده؟ طبعا. انت شايف دي شكلها كده ما استويتش إيه؟ يعني؟ لا. طيب احكي بقى للناس عملتي ايه النهارده؟ عملت يا شريف العدس بجبه بالتقليه والعجه بالبقدونس وكيكة البلح المقلوبة، وعملت صوابع زينب. شكرا منك. لا شرفتي نورتي. هناخد فاصل وبعد كده نروح للاستاذ دكتور احمد عبد الله مدير مركز دار الطب. خليكم على لو سمحتوا. 4 3 20 4